هل تعرف من قابلني اليوم؟ من قابلك اليوم؟ لا أعرف، رجل أو امرأة؟ رجل. رجل قابلك رجل؟ صح. ما يا ترى، هل هو طويل أو قصير؟ قصير. هو قصير فعلا. رجل قصير، ما يا ترى، هل هو سمين أو نحيف؟ يمكن أن تقول إنه سمين. سمين. نعم. حسنا، رجل قصير وسمين. والآن هذا القصير السمين، هل له أنف كبير أو أنف صغير؟ له أنف كبير. نعم، أنفه كبير جدا. قصير سمين وأنفه كبير. نعم. لا أعرف رجلا قصيرا سمينا بأنف كبير. لا تعرف؟ لا، قولي لي، هل هذا الرجل القصير السمين ذو الأنف الكبير له شعر قصير أو طويل؟ له شعر طويل، طويل تماما. نعم. هل له شارب ولحية طويلة؟ نعم، شارب ولحية. لحية طويلة. هل عرفت من قابلته اليوم؟ لا لا لا، قابلك رجل قصير سمين وأنفه كبير. شعره طويل. شارب ولحية. نعم. ماذا عن قدميه، صغيرتان أم كبيرتان؟ كبيرتان، كبيرتان جدا. قصير سمين أنفه كبير، شعره طويل، له شارب ولحية، وقدماه كبيرتان. عفوا، لا أعرف، قولي من قابلت اليوم؟ أنت، قابلتك أنت مسلية. أنا؟ هذه أوصافي؟ عفوا يا ظريفة. أين ذهب؟ من تقصدين؟ اهدر، يمكن أنا أعرفه، هل هو سمين أم نحيف؟ أعتقد أنه سمين. هو سمين، ها؟ نعم. وهل هو قصير أم طويل؟